بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي المال تقتن قصو لبادا ايرو تي في ايو برنامشيد اني بلقان كالسعوتين مانتا وحان رنتي فرصدو هلني البروفيسور عبدوهاب او كاميدا ابو يهانكا اما هالدور كالصوماليين او كل لغان دالك كينيا برسو عبدوهاب وانين انتبادن صوماليين اي اذو دي ويسيتو كان هالو سياسة دقيسك افريكا مانتا وحان كاورا سندرنا دور بضب او كو كوبر مركو كوبات بروفيسور عبدوهاب كسولو ايرو تي في وما سنت أبروني طبعا مالمهين ويدارتي وحا دالك كينيا كتلي عرما السياسات او سيرقعان مالتي تلادلا وحا حيل كحيوبين لغو سميي مدعوين وكريغينكي وريد دالك كينيا والمحن نوغ شيء كرتا وحا الله عسكدي يسبب تكينتي ان حيل كالغا قادو نورتا بسم الله الرحمن الرحيم كتاقوا رقادي كتاقوا مدعوين كوين قودن كاس een xilka laga maxaybin wali waxa loo sameeyay impeachment lagu sameeyay baarlamaanka impeachment ku sameeyay marka baarlamaanka xajir aqalka hoose iyo aqalka sare marka aqalka hoose way codayeen 281 qof members of parliament sax 281 parliamentarian ayaa yiri ninkan yaani jagada laga xayuubiyo فرتي الليح ويديدي هل ما وقع مصي مركا كدي بحو قبا يا مركا أقل كالسنتك سنتك يا دمك الدولة كوي طبعاً شيء الوايستا ورمت يا لولي هاي ولوسي دي هذه مركا أقل كالسنتك وحاويان نفرتن إلا كونتن مراس ويقاريان تدوي طبعاً كمي بدو حدوه له واصيح حقيسة يا مرتو واكبت بادي لكن هذه طريقة طبعاً وهي رواية معنا بحويان من كان ساسو كقل بريك بركة من حينها يا الساق ولا الشقين في سايات ولدتي أيامي جدا بيا جارهان مركي معنا جنزي يعني جنريشن زت أي مكادون سميان يعني فيناس فيناس في يعني على غير فيناس بيل 2024 ورنتي آد يعني تكسيشن أما يعني عشور زيادة للصاري ودنك تاسع مركو حيكين تمارتي من كان لوقا مارتي وانشورت شباب كاس فرابر دود لوقا بروح علي هاي وحوب مركي يعني السجا ومال قليي ضد كعدون كسبين هاي اي مال قليي ضد معنا قوريسة اما يعني يعني توقع وكل باربان كوسو دري مركي كوي طبعاً بدل بيكو هاي استان وقال خير كبيدة يهين هنا حتى يعني مصباص خفر بدل يسميه مركي هادي مركي هادا يعني بارمان كسنة كوكو عضيه ساسو مركز سوق داعي ساسو كداعي وياي طبعا محل لقى بران كرا دلك كيني ودل ديمقراطية انت بدن ورغم ما كتر لين تالب بقوليو مسجدتني هوجا إني خنتي كعوديان إنه نيكا مشى يعني لقى صاروا محل لقى بران كرا وسياسة بقى محل لقى بران كرا لا بشي وياي ودك كيني يا ودا معناها استد وحوي خنتي الشرعية ذا الشقيرة يعني يعني المستشيرين ذا الشقيين أيام هذه مركز المستشيرين ذا الشقيين أيام ويسهل أنت مركز قف يعني أما قف مضحى هدو السماء يقرض السماء ينسفل الله صار ويسهل أنت وأنا السبت مركز كيريسة إن سفل إن كان لو 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 تورو سبت كيريسة ويان لكن هذه المستشيرين اللي جيلين تذكر العيو يعني أتكلم سامي كمركز إن ماشى لقب حيو أبي وأتكلم إسا مركز سيدا درتيت وحويان إن حلقة بران كرا إن ينستشيروا للإسو هو اللي حوجيو وأود لو يرو سيب مركز معنا وحويان أي وعضي يعني والله وقف كي قلت سمية لو بعضيو وكا ويا واحد يرو غضب قد لو بحض الحيو وكم إلى إسير نعيب وحلي لابو يعني لو واحد استوى للي هاي إنو ضد كوميدا قونيا وريحة يو ولي كينيان متين أريد أسكور أرتن يمكن وأثنك فاش استوى بدنا يعني مددي رادو من حين كوينك وها انت بدنا وكش كينا اي قبل كبحة اي حوق سارة اي قبل كبحة هالسية قبل كبحة سانة اللي يالا قبل كبحة هذا يعني وحسوك هالا اي مركو حبو دارونتين يعني انين او قرم اسبثلا اي وقصة مهين بقى وحوق بقضي ريجنا الجيف ترايب الجيف بو نغلي ان قبيل مضحكة ابو نغلي مركو السابت سابركة كينتي ان لو اركوايو انو يهي حقا بي قرب طبعا الله أركي قامين قريب الله أركي مركا ولو يعني يحيليهين
xilliga abaaraha ay jireen oo goboladan wqooyiga Soomaalida gobolka wqooyiga bari Soomaalida aad abaartu ugu jirtay ayaa waxa dhacday dawladdu waxay sameysay waxa loo yaqaan majlis raashin badan bay aruurisay raashinka sabab inuu si xataa waa diiday gobolka asagoo kiimaad u qaybinayay marka waxa badda xogo maartay in nin jecleysi iyo qabiil jecleysi iyo qabiil jecleysi far badan oo ninka ay ku jirtay taasoo macnaha runtii ah waxa aan nin hoggaamiye aan looga baahnayn inuu sameeyo way waynu ka gudbi doonaa dhinaca ay waxaan u tallaabaynaa Soomaaliya dhowaan magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir dowladda federaalka iyo maamul goboleedada NCC loo soo gaabiyay shirkaasi muddu socday waa la isku afgaran waayey madaxweyne ninka liyaada Axmed Madobe oo ka yimid Jubbaland ayaa shirkii waxaa la leeyahay waxa uu diiday qodobadii la isku raacay lahaa waxa uu ku adkaystay Puntland iyo SSC qaabto in la keeno haddii kale aanu shirka soconin sidaas uuna ku dhoofay maxaad u aragtaa mustaqbalka Soomaaliya iyo arrimaha noocaas oo kale markay yimaadaan wallaahi horta Soomaaliya waa dal burburi weeyaan dadkiisuna ay sanaceen way kala fogaadeen way kala iboobeen marka waxaa fiican in lasoo keeno la walaalayo oo heshiis la dhexdhigo waa dowladdu wax loo baahan yahay inay ku dadaasho in dadka macnaha yacni heshiis ay dhexdhigto dadkaada oo midaysteen oo kala qoqoban oo isdacladaya oo yani ishiifaya inaad macnaha adiga aad yani waxa weeyaan aad mowqif aan loo baahnan ku adkaystid waa laga fiican yahay marka dalka dhacdo badan buu leeyahay oo dibadda ah marka waxay ahayd ninka lagu qanciyo raggaas u sheegay in la keeno arrin fiican weeyaan khaatum in la keeno Puntland la keeno yacni shirka la ballaariyay aad bay u fiicnayd maxaa yeelay dowladdan waxaa loogu talagalay waa dowlad dib u heshiisiin ah marka xilli yacni shirka ay shaqaynayaan oo dastuur uu shaqaynayo oo macnaha waxa weeye yacni laami amniga shaqaynayaan waddanka halka ma gaarsiisna waddanku waa waddan hadda la tultulayo dadkii baa isku tultulaya hadda marka waxay ahayd barka in lagu qanciyay ahayd isagana wuxuu ku qaldalaa inuu shirka ka baxaba ahayn waxa weeye inuu joogo mowqifkiisuna ku adkaysto arrintan ninkaa ka soo qaaday inuu yiraahda ku fiicnay marka maxaa yeelay isnaftigiisu wuxuu qeyb ka noqonayaa kala fogaanshaha ta Soomaalida sii kala fogaanaysa oo madaxweyne Axmed yacni madow ka noqon karaa madaxweyne xasan sheekh maxay ahayd in ragga uu sheegay la keenay ahayd la engage gareeyo lagu qanciyo la yiraa waddanku waa naga wada dhexeeyay kaalba tabadiisa aan wadaagna haddii aanan saa yeelin waan kala qoqobannahay waan kala qaybsannahay adigo gudaha marka dibadda waa naga faa'iidaysanaya marka waxaa loo hoggaamiye baari ah oo dadku isku wadi kara loo baahan yahay oo xilligan xadirka laakiin hoggaamiye adag oo dhaar marta anig tayda la yeelo aniga wixiiga ha socdaano anaa iri ma shaqaynaysa wadda Soomaali hadda kama shaqaynaysa maxay laamihii yani laamihii mustashirida dunsan wayahay waxaanu u gudbaynaa dhinaca gobollada waqooyi gaar ahaan gobolka awdo maamulka la baxay Soomaaliland waxaa la filayaa in doorasho ka dhacdo dad badan waxay saadaalinayaan muuse biixi inuu soo noqonayo oo xoog iyo xeelad ku soo noqonayo Itoobiya iyo muusan waa isku xiran yihiin halkaa maxaa ka soo bixi karaad sileeda wallaahi waa ayaan darro weeyaan maxaa yeelay Soomaaliya midnimadeeda qaranimadeeda wadajirkeeda oo muqadas yacni waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay isu tanaasulaan weeyaan hadduu muuse shalay ku doodayay waana la xasuuqay waana la baabaashay waana la barakiciyey oo saxa oo run ah dhabba inta way jirtaa laakiin maanta isaga wax barakiciyo wax baabiiyo wax dilo kuma haboona oo inuu ka fikiro weeyaan arrintaada la saacadooda lagu haystaa oo runtii xasuuq badan ku geystay barakac badan ku geystay dil badan ku geystay haddana awgo wadan inuu ugu daro macnaha inuu waxuu ku qabsado oo ciidamada Itoobiya intu soo qaaday bina badda ziila u fariisiyo ayaan dalada waxay tabatay Soomaaliya ku habsatay qabigan 2020-aad ayay ka mid tahay marka yani aniga Itoobiya ay wadata fashinka Soomaalida inay ka baxdo waay aniga waxaa fiican inuu yiraahdo dadkayga ay wataan ummadayda ay wadata ummadayda ay sidata taasa kaga qurux badan inuu yiraahdo aniga Itoobiya bay wada bay hukoo kuu kuwan soo gala aniga haddaan soo galan intiga hore sagan xasuuqayaa sheekada waa sheeke qadiimi ah filim macnaha waxa weeye aad qadiimi u ah oo Soomaalida si u daawanayeen